دكتور سيما الجاسم، شو رايك في المهرجان؟ هذه اول يوم لي حضورا، لان راح يعرض فيلم اماراتي الفيلسوف من اخراج عبد الله الكعبي وتمثيل جون رينو، واحنا حريصين ان نحضر هذا الفيلم. واعتقد في ايضا نيه ان يعمل فيلم جديد ايضا، يعني فيلم كبير على اعتقد اعلن عنه اليوم، وفيلم اول فيلم يعني فيلم بنفس المواصفات الافلام العالميه، ومعروضة جائزة، يعني تمويل كبير جدا، وأعتقد هذا جيد.